مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف تنفرد مدينة مليانة بعادات وتقاليد خاصة للاحتفال بالمناسبة. طاولات الحلوى والمكسرات تزين شوارع المدينة، واحتفالات في المسارح تتخللها مدائح ودروس دينية. نشعل المنارة ونحتفل معا كعائلة ونجتمع كلنا في وقت واحد. هذيك اللي نروح نشروها محارق وكامل نروح نعطوها لكاش يتيم ولا كاش مسكين برا قاعد. تاكل يديروا الطعام، كل واحد شي يديروا، غادي من ذاك نديروا الطمينة ويديروا محارق ويديروا الشماع ويديروا تريز. مناسبة المولد الشريف لا يمكن أن تمر بدون ذكر المنارة، عادة توارثها الأجداد ليورثوها الآن إلى الأحفاد، والتي تجوب شوارع المدينة. جاء رحمة للعالمين، وفي نفس الوقت نرد على الذين يسيئون للنبي عليه الصلاة والسلام، ونقول لهم كلما آذيتموه بالسب والشتم ازددنا حبا له، هو نبينا هو نبينا هو نبينا، ولا نرضى أحدا أن يمسه. المنارة، المدائح الدينية والعادات التقليدية هي كلها وسائل للتعبير عن الفرح بذكرى مولد خير الخلق، وترجمة لفخر انتمائنا لأمته صلى الله عليه وسلم.